مرحبا. سيارة بتحبوها موجودة هون بالكميات، سيارة صار عمرها هلأ 50 سنة واحتفالات العيد 50 بكل العالم، من الامباير ستيت بيلدينج بنيويورك وصولا للميدان بإمارة دبي لاحتفالات فورد موتور كومباني بعيد بنتها 50 وبنتها ما هي إلا الماستانج. 50 سنة شغلة كبيرة، دخلت على عالم البورش 911 وكتار من السيارات اللي عمرهم 50 بس يلي ما توقفوا بالإنتاج. هاي شغلة كتير مهمة، مش المهم إنه تكون بلشت 50 سنة واليوم عم تحتفل بالخمسين، المهم إنه ما تكون توقفت خلال الخمسين، وهذا اللي صار مع الماستانج. بونيز all over the place، شلبيز، كوبراز، وأكيد في عنا بيناتهم بوس وسيارات مثل راوش وغيرها، رح نشوفهم كلهم. الاحتفالات بعيد هالسيارة 50 شغلة كبيرة وعم بتصير جلوبالي وكمان من خلال فورد موتور كومباني بمنطقتنا. فيديو بحطكم بكل الجو العام لحلقة مميزة وحلقة فيها كتير من الأحصنة على السيارات وبداخل المحركات. خلينا نبلش سوا وبعدين ننتقل على التقرير وبنفرجيكم كمان بسياق الحلقة سناب سريعين عن الماستانج 2015. بمناسبة مرور 50 سنة على تقديم فورد ماستانج، هالسيارة يلي تحولت مع الوقت لأسطورة بترمز لصناعة السيارات الأمريكية الرياضية الكلاسيكية، تم تنظيم احتفالات مميزة بأمريكا والشرق الأوسط وغيرها من المناطق بالعالم. وتزامن هالشي مع إطلاق ماستانج 2015 يلي هي واحدة من 25 سيارة جديدة رح تطلقن فورد خلال السنوات الخمسة الجاية. منذكر أنه 17 نيسان 1964 هو تاريخ إطلاق طراز ماستانج الرياضي من قبل شركة فورد، وبسرعة كبيرة حققت هالسيارة نجاح لافت وكبير لدرجة اعتبر بوقتها تاني أفضل إطلاق أو لونش من قبل فورد من بعد موديل A. الجيل الأول من ماستانج استمر لسنة 1973 قبل تقديم الجيل الثاني، ومن بعده الجيل الثالث والرابع وصولا للجيل الخامس من سنة 2005 لسنة 2014. وخلال هالفترة الطويلة يلي بتمتد لمدة 50 سنة، طورت ماستانج أكيد من ناحية الشكل والمحركات والتكنولوجي. بس كان لافت إنه فورد نجحت بالمحافظة على هوية وعلى شخصية هالسيارة الرياضية الكلاسيكية. ومع أنه تم تقديمها بفئات كوب مكشوفة وحتى هاتشباك، تميزت ماستانج دايماً بطبعها الرياضي بالشكل وبالمضمون، وبلغ مجموع المبيعات أكثر من 9 ملايين نسخة من كل فئات ماستانج. وللاحتفال بالذكرى 50 لإطلاق ماستانج، قررت فورد تقديم الجيل الجديد من هالسيارة الأسطورية بشكل كتير لافت للنظر، وهي اختارت سطح مبنى الامباير ستيت بمدينة نيويورك لعرض طراز العام 2015 من ماستانج على الجمهور. بس الوصول للطابق رقم 86 منه مهمة سهلة أبدا، والاستعانة بونش لرفع السيارة لحدود بيبلغ حوالي 300 متر مش ممكن. وخيار انذار الماستانج من الجو بواسطة هليكوبتر اصطدم بالعرض الضيق للسطح، بالإضافة لصعوبة الحصول على إذن بالاقتراب من المباني المرتفعة بالهليكوبترز من وقت ما صار في تشدد بالقوانين بعد عملية 9/11. لهيك الخيار الوحيد يلي بقي متوفر هو تفكيك ماستانج لقطع صغيرة ونقلها بالمصعد الكهربائي الخاص بتحميل البضاعة داخل مبنى الامباير ستيت. وبعد دراسات المساحة المتوفرة بدقة وتنفيذ تجارب كتيرة لتفكيك السيارة ولإعادة تجميعها بسرعة، نفذت المهمة بنجاح. النسخة يلي انعرضت أمام الجمهور على سطح سكاي سكريبر المشهورة بأمريكا كانت من دون محرك، ولكن هالشي ما منع أنه تنال خطوط فورد الضجة الإعلامية المطلوبة وإعجاب الجمهور.
ومنذكر أنه سنة 1965 قامت فورد بنفس الخطوة وقت نقلت أول نسخة من موستانج لسطح مبنى الإمباير ستيت بنفس الطريقة يلي تمت فيها بعد 50 سنة. ومن الاحتفال العالمي مننتقل لمهرجان الشرق الأوسط يلي صار بدبي ويلي كمان لفت اهتمام الإعلام وكتير من الناس. وبهالإطار تم تجميع حوالي 350 موستانج بيعود تاريخ إنتاجها لفترة بتمتد بين سنة 1965 والعام الحالي، يعني بتضوي على تاريخ السيارة العريق عمدى 5 أجيال كاملة قبل ما يتم إطلاق الجيل السادس الجديد كلياً لسنة 2015. وخلال الجولة بشوارع دبي لفت هالموكب الضخم من فورد موستانج أنظار كل يلي صادف وجودهم على الطريق، خاصة أنه هالسيارات الكلاسيكية عبرت بشكل استعراضي حلو ومميز بتنظيم كتير دقيق من شرطة المرور بدبي. وضم الموكب طرازات مختلفة تنتمي للأجيال الخمسة من تاريخ موستانج، والميز أنه كل السيارات يلي شاركت بالعرض كانت بحالة ممتازة نتيجة اهتمام المالكين فيها. والاحتفال بالذكرى الخمسين لإطلاق موستانج تضمن كمان نشاطات مختلفة ومسابقات لاختيار أجمل طراز كلاسيكي محافظ عليه المالك بشكل كتير مميز. وانتهى المهرجان بسهرة عشاء استمتع فيها كل المشاركين بالأكل الطيب وبالموسيقى الحلوة. ومع أنه احتفالات الذكرى الخمسين خلصت، الأكيد أنه فورد موستانج 2015 توعد باستمرار النجاح لسنين طويلة لقدام، يعني بمزيد من الاحتفالات بالمستقبل.
الموتور شو بيتابع، وصار وقت ننتقل حياكم هلا على الابرز على احتفالات الماستنج بعيده. الاحتفالات هي بدايه بريد او عرض مسيره ل 300 سياره يلي اجوا من الامارات ومن الجوار، اجوا كلهم، وعندنا كتار من السيارات القديم الجديد الشلبيز الراوش البوسز يو نيم ات، كلهم كانوا موجودين هون. ورح نروح بعرض برواء بشكل رصين، ورح يكون في عندكم انتم مشاهدين موتور شو نظره خاصه، لانه رح نكون شخصيا بداخل سياره الشرطه، واللي ما هي الا فورد ماستنج راوش تم اختيار موتور شو ليكون بهالمكان، ويجيب لكم هالصور الحصريه. ليتس جو. Finally, we got him in with us again. Finally, we done. وهيك ببلش نحن وياكم الفورد 50th anniversary celebrations. نحن بسيارة الشرطة، بتعرفوا دبي بوليس عندها مجموعة من السوبر كارز برفقة العميد الطيار أنس المطروشي مدير عام بالنيابة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ. عميد يا هلا، بشكرك على الاستضافة. أهلا وسهلا فيكم. وبقدر كثير إنه شخصيا حضرتك موجود مع فريق عمل طويل عريض لترافقوا هالحدث، وتعطوا كمان فكره انه الشرطه هي على طول شغله ايجابيه، مش بالضروره تكون شغله خطره او شغله بتخوف. بالعكس، نحن مع الناس ونحن مع جميع الفعاليات اللي تحدث في اماره دبي، وهذا من واجبنا ان ننظم ونساعد على خروجها بابهى حله وتصل الى المستوى المطلوب من التنظيم. شكرا كثير. رح نعيش نحن وياكم اجواء الحدث مميز. 300 سياره ماستنج عمرهم 50 سنة، من الأقدم للأجداد، رح نشوفهم طبعاً كلهم بهالبريد باحتفالات فورد لعام 50 عائلة الماستنج، السيارة الحامل شعار البوني.
عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.